خليني اروح للنادي الاهلي، وطبعا النهارده الفرقه بترجع مره تانية لتمرين اسعادا لمواجهه الاربعاء ان شاء الله. نروح لزميلنا محمد توفيق من داخل النادي الاهلي نعرف اخبار تمرينه النهارده. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل احمد، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي السلسله في كل مكان. محمد، كلمنا عن تمرينه النادي النهارده، يمكن عوده بعد طول غياب فتره، اعتقد قدرت لعيبه النادي الاهلي انها ترتاح فيها شويه من ضغط المباريات ومن حاله الاجهاد المستمره. تكلمنا عن عوده التدريبات النهارده، وعن برضو مهم نتكلم على هل شارك اللعيبه اللي كانت مع منتخب مصر الاولمبي في طوكيو في جزء من تمرينات النهارده، ولا مستر موسيماني قرر اراحته؟ بالفعل زي ما قلت في البدايه ان فتره صعبه جدا، اعتقد ان كان توقيت الاجازه اللي مستر موسيماني قرر انه يمنحها اللاعبين كان مثالي جدا، يعني ثلاث ايام اجازه بعد مباراه اسوان والفوز فيها 3-1 في المباراه المؤجله من الجوله 17. جدول المباريات تم اعلانه اول امس، يمكن ما تمش مراعاه شويه لان النادي الاهلي عنده على طول، يعني كان اللاعبين في اجازه، فانت متخيل النهارده اول تدريب للفريق وهو في نفس الوقت هو التدريب الرئيسي لمباراه وادي دجله المقرر ليها ان شاء الله بعد بكره الاربعاء في المباراه المؤجله من الاسبوع ال 22. يمكن اللاعبين بدا توافده على النادي في تمام الساعه الرابعه، والتدريب كان بدا في تمام الخامسه، بدا بمحاضره المستر موسيماني اتكلم فيها على اللاعبين عن اهميه المرحله الجايه ومرحله الضغط. احنا بنتكلم يعني يا احمد في 25 يوم جايين مفيش فيهم اي راحه، فكويس جدا ان مستر موسيماني قدام 72 ساعه راحه، انت بتتكلم في 8 مباريات خلال 25 يوم، ما عندكش رفاهيه الوقت ولا كمان عندك رفاهيه النتائج، انت مطالب ان 8 مباريات تحصل فيهم على 24 بونت العلامه الكامله عشان تقدر تحقق لقب الدوري باذن الله. يمكن التدريب زي ما قلت لك بدا بمحاضره المستر موسيماني، اتكلم مع اللاعبين على اهميه الفتره الجايه وطريقه التعامل وازاي هيتعامل فيها. بعد كده التمرين بدا بعمل بعض المربعات بالكره الصغيره، وبعد كده يمكن ما كانش في حمل بدني كبير خاصه في ظل الضغط واللاعبين عائدين من اجازه وعندهم مباراه بعد بكره، فتم عمل تقسيمه في نصف الملعب. وحراس المرمى يمكن خدوا مران قوي جدا مع ميشيل يانكونن مدرب حراس المرمى، اما بالنسبه للاعبي المنتخب الاولمبي فلم ياتوا للمران النهارده. يمكن كلمت مع كابتن سيد عبد الحفيظ قبل المران، قلت له هيبقى موقفهم ايه وهيقعدوا امتى، فقال لي ده لسه هندرسه مبدئيا اجازه النهارده، ومده الاجازه اللي هيتم منحها ليهم ده هيتم دراستها مع مستر موسيماني المدير الفني للفريق. لكن هو ده كان التصريحات الرسميه زي ما بيقول الكابتن سيد، لكن اللي انا شايفه على ارض الواقع او هنا في استاد تيتش ان اعتقد ان في استحاله بالحكم بمباراه وادي دجله، اللاعبين لسه قاعدين فجر اليوم، طبعا فرق السبع ساعات والساعه البيولوجيه هيبقى صعب جدا ان هم يتاقلموا ويخشوا في مباراه وادي دجله، خاصه ان هم معظمهم او اربع لاعبين من ست لاعبين كانوا بيشاركوا بصفه اساسيه ولعبوا اربع مباريات في غضون 10 ايام، فاعتقد برضو ان هم جايين مجهدين، فاعتقد بشكل كبير جدا هيكون دخولهم في التدريبات والمباريات ان شاء الله فيما بعد مباراه وادي دجله، ويخشوا مع الفريق استعدادا لمباراه ان شاء الله سيراميكا كليوباترا اللي هتبقى بعدها بثلاث ايام على طول. الاستعداد اكثر من رائع، عوده بشكل اكثر من رائع، نتمناها ان شاء الله ثلاث نقاط جديده وخطوه من ثمان خطوات متبقيه على اللقب الثالث على التوالي و43 في تاريخ النادي الاهلي. عايز اطمن منك على رامي ربيعه، كان مفترض ان هو يخضع النهارده لكشف طبي عشان الكدمه اللي كانت يعني حصلت في مباراه اسوان، تكلمني عن ربيعه وطمني عليه. بشكل عام قبل ما نتكلم عن ربيعه بالتحديد، الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي ما فيش اصابات باستثناء وليد سليمان اللي خلاص بقى في المرحله الاخيره من يعني المرحله الاستشفائيه، وان شاء الله يمكن النهارده بيأدي تدريبات بشكل اكثر من رائع، بيجري بشكل طبيعي جدا حول الملعب. دكتور احمد ابو عبد اكد ان هو خلاص دي المرحله الاخيره من التاهيل، وان شاء الله خلال اسبوع بكتير هيكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه وتحت امر الجهاز الفني للمشاركه في المباريات خلال اسبوعين بكتير. رامي ربيعه بيشارك بشكل طبيعي جدا النهارده في مران اليوم، شارك في التمرينات الاوليه في التمرين وكمان شارك في التقسيمه، والحمد لله يعني دكتور احمد ابو عبد طمنا عليه وقال خلاص هي كانت بس شكوى بسيطه وتعافى منها خلال فتره الاجازه، وان شاء الله موجود وتحت امر الجهاز الفني في المشاركه. احمد محمود كريم ندفت بيشاركوا بشكل طبيعي وجاهزين من الناحيه الطبيه الحمد لله، الفريق زي ما بنقول كامل العدد باستثناء وليد سليمان ان شاء الله اللي يرجع سريعا، خاصه ان احنا محتاجين خبرات وليد سليمان في هذا يعني الوقت الحرج من عمر مسابقه الدوري العام، ضغط المباراه محتاج كل اللاعبين، وان شاء الله كمان الفريق يكتمل بعوده سداسي المنتخب الاولمبي اللي كلهم دور كبير جدا مع زمايلهم ان شاء الله عشان يحتفظوا بدرع الدوري ويبقى هنا في الجزيره المعقل والمكان المفضل لدرع الدوري ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق.